السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على بعض الأمور، خاصة وشلنا في التصريحات تاع مدرب بلاطوات. نقول لك أنا نقول لك جيت روطار، نقول لك جيت روطار. علاه جيت روطار؟ التصريحات تاعك اللي باغي تخرج من مزبلة التاريخ، لكن يا ماجر هيهات هيهات يا ماجر، باغي تدخل كيما كاين ناس شنا كاين اللي كاين اللي كاين مير في التسعين ووخر وخر وخر، بعد عاود جا بكسوة جديدة، كان بالكسوة تاع لي زاني في التسعينات، وبعد دخلنا علينا بكوستيم سيري منا وكل شيء ما نعرفوش وكلش. تا صار لنا كيما هكا، صار كيما دوك الناس اللي يوخروا ويعاودوا يولوا بطريقة وحدة أخرى. الشعب فاق، ناس فاقت والناس صايي قالها لكم تبون، هاشي فاقت ناس فاقت صايك شبي باي طير تاعي انت، بس غير باغيين تولوا خط. نهار اللي جيت درت حمله تهضر على اللاعب المحلي، وانت ما تعرفش اي لاعب هنا في الشامبيونه تاع الجزائر لحد الان. نتحداك الى تعرف اي لاعب في الشامبيونه تاع الجزائر ماجر، نتحداك الى تعرف اي لاعب هنا في الشامبيونه تاع، خاصه ملي كنت تهضر عليهم، خاطر حنا نعرفوك. النهار اللي لعبنا مع أم درمان في أم درمان مع المصاروة، لبست تريكو، أين عاقل عليك لابس تريكو، راه عندي في الباجة الكبيرة تاع الفيسبوك، لابس تريكو تاع زاوي وتشكر في اللاعبين. انتوما اللي بدا تركبوا فوق الموجة، انت اللي بدا تركب فوق الموجة. الشعب قاع منا قلت لهم رانا نساندو فيهم ورانا معاهم، وغدا إن شاء الله منا وحنا نعقلوا حسام حسن يعاير في الجزائر ويقول لك الشعب لاقيت، وانت تقول له لا يا اخي ما لا لي نرفزا تعش عاير فيك كل شغل، انت خاطيك ولا عاير فينا وانت خاطيك، انت يا راك عايش في البرتغال، انت عايش في الترك، انت خاطيك، انت عاير في الجزائر انا خاطيني، عندك جنسيه برتغاليه نحنا خاطينا احنا، انت كيما هكا. اللي جيت ومن بعد جيت بينوا لك الضوء باش قالوا لك الا غادي تكذب الاتحاديه. جيت حب حمله وكنا نهضروا عليها، والحمد لله عندنا لي فيديو تاعنا، عندنا 4000 فيديو، راه عندي 4000 فيديو، 4300 فيديو هاي كاينه هنايا، والله ما 4000 وقيله، واه 4000 وقيله. حنايا هاد الناس وين كنا ننبهوا منهم باللي راهم دايرين حمله باللعاب المحلي، والله ما يعرفوا لعاب محلي. كيما بالشيخ كان يقول لهم باللي إيه بالشيخ يسنا في لافا تاع لا سيزون العام اللي فات، لا سيزون اللي فاتت كان يقول لهم كاين 14 جوار، ومن بعد دروك يقول لهم كاين حبيبات، ومن بعد يقول لهم كاين فتيتا، ومن بعد يزيدوا يعيطوا له يقولوا له بالله فما، يقول لهم ما كاش كاع الشامبيون هنا في الجزائر، خاطر هو يمشي على حساب شتمد له. وين فينا شنا كيفاش كان هذا ماجر كان طايح خشين مع اللعابه المحليين، لاعب محلي وراه محقور وكيفاش رابحين طروق، كنا نربحوا بالسبعه، مي كانوا الرجاله كنا نربحوا بالسبعه، كيفاش رابحين بخمسه وما يدخلش لاعب محلي، نقول لكم ضروك لاعب محلي ما يجيش يلعب في الاخرى، لاعب محلي كنت كيما هكا. بصح انت راك جايب واحد الاغنيه تاع ولي دارك، واللي دارك ما قلت لاعب تاع الشاب خالد تاع واللي دارك وراكي رايحه، ما قلت عيب، ما قلت كلمه طايحه واللي دارك هاك باغي كيما هاك. بصح والله بدلنا القفوله تاع البيبان، والله لقى بدلنا لكم القفوله تاع ميتو بيت دخلوا تسيبوا كلش مبلع، القفوله تاع البيبان بدلناهم ماجر. تشكر ما تشكرش تعاين لاعب محلي ما تعايش غير قعد في الطريق تاعكم، ما تكونوش منافقين، خاطش عليه نكرهو اللي يكون منافق كرهناكم نهار الاول، ما تخلوناش نزيدو نكرهوكم يجو جايين نقول لكم ولو رانا كارهينكم، حنا كرهناكم. يمكن له بيتعاود تولي بطريقه تعاير في اللعاب المحلي،
حتى انا نقول لكم شعب الجزائر، التصريحات اللي دارهم في الدور تاع قناة الكأس هذه، دارها يامس راه في يومين وقيله ولا مع دارها. حنا الحمد لله عندنا مواقع كاع قاضبين كلش، عندنا مواقع تاع فوتبال يضحك يرسلوا باللي يضحك، تخرج باللي يضحك، الحمد لله يا ربي. هذه الله غالب عندنا الناس راهم يخدموا معنا، رجال خافع، رجال خافع. على ذيك ماجر بيعاود يولي شتبا يدير دروك، شتبا يدير ماجر بيعاود يولي الواجهة، بيغسل يغسل وجهه، قلع شوية شعر منه، طاف طاف نقص شوية شعر، بدل الكوستيمة وبيدير شوية لحية ويعاود يولي يدير لهم هاك. ما كاش لعاب محلي، تما كان يقول كاين لعاب محلي دروك بيدور، ما كاش لعاب محلي دروك. مي قربت الكوب دافريك خاطش عليه كيشكر ماجر، كيشكر جمال بالماضي، قال لهم جمال بالماضي ونتمناو له يفوز بكاس افريقيا ومنا، هو عارف باللي ما كان والو، عارف باللي هذا الاتحاديه زيرو وما دير والو، وبسبب الاتحاديه نخرجوا بريمي تور، قال لك كسرنا نفوتوا دوزيام تور. مين كسروا؟ مين كسروا؟ انا نقول لكم هذه الاتحاديه ما كان والو، قعره كبيره. الى قعدت هذه الاتحاديه ولا ما قعدتش فيها الخير ان شاء الله بربي. وين ذروك؟ قال لهم نتمنى الفوز الجمال بالماضي. السيمانة اللي فاتت قال لهم نتمنى الفوز الجمال بالماضي، عاود ولا بيضرب اللعاب المحلي، بيضرب لعاب محلي جمال بالماضي كيسموه هذا وين فجأة رابح ماجر الجميع عندما لم يجد حرج في انتقاده بشكل عنيف جدا وهجومه الغير المعهود، وفاجأ الناس للعاب المحلي، أي هاجم في اللعاب المحلي ذروك. وين هاجم ماجر لاعبين دون جبد كما نقولوا حنا جبد الاسماء، وين تكلمش، قال لهم مكاش لعاب محلي والبطوله تاعنا ما تكونش، وما كان تلعب هذه بينتقم من زاتشي، خاطش علاه هو راه عارف بلي زاتشي بيدفع اللعابه تاعو، راه بينتقم من زاتشي. حنا كيما يقول لك اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، حنا هذه هي اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، حنا هذه اللي نتكلموا عليها. اش نقولوا حنا كي رانا نشوفوا كيما هكا، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. هذو ما نقولوا حنايا اتفقوا على الشر وحطموا كل ما هو جميل في الجزائر، اليوم شو كي راهم ياكلوا في بعضهم بعض. او كنت نقول لكم هذو كلاب مكلوبه تاكل بعضهم بعض، كلب يطير على كلب، هذو قيس لهم اعظم يتقاتلوا عليه، راهم متقاتلين على ذاك العظم. شو دروك اليوم جاب اليوم جا كيفاش ماجر يقول باللي مكاش اللاعب المحلي والبطوله الجزائريه ما تجيبش لاعب محلي، بصح لمن في من راه يضرب، لازم تفيقوا في من راه يضرب، يضرب في زتشي، خاطش علاه زتشي اللعابه تاعو راهم فركتهم في الشامبيونات تاع الجزائر. الا ما داش من بارادو وزتشي شداير ماشي بايع اللعابه، ما يبيعش اللعابه زتشي، لازم كل عام يدي من عندك 4 مليار 5 مليار كل عام، يسلف اللعابه إعارة ويقعد ياكل، كل عام ياكل من عندهم يخليهم لك، إلا قعد يقعد يخدم ذي الخدمة، إلا ما قعدش ها نقول لكم كي غادي يطيح، غادي مين يطيح يتلاقى بالبيطون ديريكت إن شاء الله بربي، مين يطيح يطيح يتلاقى بالبيطون. واش دار؟ غادي الطيحة تاعو يتفركت ما يقعدش. ماجر على بالو بلي زاتشي مفركت اللعابة تاعو في كل مكان في الشامبيونات تاع الجزائر، تاع ايام تقول ما نديش وطيح في اللعاب تاعو تجيبو هما لا. ماجر كيفاش غيضرب ضربك؟ ماجر يضرب اللعاب المحلي بسبب زتشي. هاك تشوف كانوا نهار الاول يشكروا في اللعاب المحلي من اجل اللعاب المحترفين، ضربك راه يحطم في اللعاب. شو هي ماجر اللي كان يشكر اللعاب المحليين، الناس اللي كانت تنتقد فيا يقولوا انت تكره اللعاب، ماجر راه ينتقد في اللعاب المحليين كاع تاع الشامبيون الجزائري في طوع من في طوع واحد في طوع زتشي، خاطش عرف باللي زتشي هو اللي حرش عليه كلابه بعض الصحابه، كلاب تاع زتشي. وانا كنت نقول فيها، كنت نقول لي لا راح ماجر وقعد زتشي غير خلو ماجر مع زتشي خير، راك تعقلوا لي، كنت نقولها، قلت انا زتشي هو اللي دافع للصحافه راهم طايحين على ماجر، بعد ما كان شادهم ما كانوش ينبحوا
كانوا يقولوا لنا خلوه يخدم، عنده مشروع خلوه يخدم، بركة البايرن ميونيك، بركة منا بركة منا بركة منا بركة منا، ومن بعد طلقهم. أما اليوم جم كيسموه ماجر، وكما نعرفوا نعرفوا ماجر اللهجة تاعو والدوران تاعو والإنسان الخبث تاعه نعرفوه كي داير بلهجة مغايرة وين بنفس اللهجة تاعو. بعض قلنا بعض اللاعبين المحليين لا يمتلكون، شوف 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 بعد ما كان يقول كاين بلايصهم وعلاش ومن هنا، شوف كيفاش دار. قال لهم اللاعبين المحليين لا يمتلكون مؤهلات لازمة للمشاركة في مباريات دولية. شوف كيفاش وجاء هذا وجاءت هذه الخرجة من رابح ماجر تطرح الكثير من العلامة استفهام بخصوص مهاجمته للاعبين المحليين. أود عمي ما نفهموهمش، أود عمي ما فهمناكمش، أود عمي ما فهمناكمش، أود عمي ها فهموا روحكم. وتحية الجزائر، الله يجيب الخير لبلادنا.